محمود عثمان لتقديم تقرير FXCDTV للعملات ليوم 12 من شهر مايو لعام 2009. دفعة من التقارير الاقتصادية المهمة صدرت صباح اليوم. الميزان التجاري للبضائع ببريطانيا ارتفع إلى 6.6 مليار جنيه استرليني، أما إجمالي الميزان التجاري ببريطانيا فقد ارتفع أيضاً وإلى 2.5 مليار جنيه استرليني. أما الإنتاج الصناعي ببريطانيا أيضاً ارتفع إلى سالب 6%، وبالولايات المتحدة ارتفع الميزان التجاري وإلى 27.6 مليار دولار خلال شهر مارس. قد أدت هذه البيانات الاقتصادية إلى زيادة الشهية للمخاطرة خلال الجلسة اليوم. نبدأ باليورو مقابل الدولار، يتم تداول الزوجة عند مستوى الدولار 36.84. توقع المحللون بتريدينج سنترال المزيد من الارتفاع. الزوج يرتد بعد ملامسة نقطة الدعم والتي كانت تمثل الحد الأعلى للمثلث السابق، ومن المتوقع أن يرتفع الزوج حيث أن مؤشر القوة النسبية RSI متجه بالاتجاه الصحيح. لذلك طالما بقت نقطة التمركز عند دولار فاصل 36.20 يفضل الشراء فوق دولار فاصل 36.20، ومع وجود الأهداف عند دولار فاصل 37.20 ودولار فاصل 38.10. أما إذا تراجع الزوج دون دولار فاصل 36.20 يؤدي ذلك إلى المزيد من الهبوط ونحو الأهداف دولار فاصل 35.50 أولا، ثم دولار فاصل 34.80. ننتقل إلى الجنيه الاسترليني مقابل الدولار، يتم تداول الزوجة عند مستوى دولار فاصل 53.37، ويتوقع المحللون بتريدينج سنتر المزيد من الصعود. الزوج يقف داخل قناته السعودية وقد اخترق ليتعدى المستوى العالي السابق، حيث أن مؤشر القوة النسبية متجه بالاتجاه الصحيح. لذلك طالما بقت نقطة التمركز عند دولار فاصل 52.40 يفضل الشراء فوق دولار فاصل 52.40، ومع وجود الأهداف عند دولار فاصل 53.85 ودولار فاصل 54.75. أما إذا تراجع الزوج إلى دون دولار فاصل 52.40 نتوقع المزيد من التراجع ونحو الأهداف دولار فاصل 51.75 أولا، ثم دولار فاصل 50.80. بالنسبة للدولار مقابل الين، يتم تداول الزوج عند 96.93، ويرى المحللون بتريدينج سنتر أن الزوج يواجه ضغطا. لقد تراجع الزوج وكسر مستوى نقطة الدعم، ومن المتوقع أن يواجه المزيد من الضعف حيث أن مؤشر القوة النسبية متراجع. لذلك طالما بقت نقطة التمركز عند 97.50 يفضل البيع دون 97.50، مع وجود الأهداف عند 96.90 و 96.55. أما إذا ارتفع الزوج ليخترق مستوى 97.50 من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى المزيد من الصعود ونحو الأهداف 97.85 أولا، ثم 98.20. ننتقل إلى اليورو مقابل الين، يتم تداول الزوج عند مستوى 132.77، وتوقع المحللون بتريدينج سنتر ارتداد الزوج. الزوج من المتوقع أن يرتد وبعد ملامسة نقطة الدعم، حيث أن مؤشر القوة النسبية RSI مدعوم بخط اتجاه متصاعد. لذلك طالما بقت نقطة التمركز عند 132.50 يفضل الشراء فوق 132.50، ومع وجود الأهداف عند 133.60 و 134.80. أما إذا تراجع الزوج إلى دون 132.50 من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى المزيد من الهبوط ونحو الأهداف 132 ين أولا، ثم 131.35. بالنسبة للوقت المتبقي من جلسة التداول اليوم، نتوقع صدور بيانات ثقة المستهلكين والتي تصدر عن ABC الواشنطن بوست، غير ذلك لا نتوقع صدور أي بيانات أخرى يكون لها تأثير على حركة التداولات.